مع حضراتكم للتقارير اليومية اللي بنعدها لحضراتكم حول أبرز ما رصدناه على مواقع السوشيال ميديا من تعليقات وصور وفيديوهات منتشرة على مواقع السوشيال ميديا، منها طبعا الشائعات اللي انتشرت حوالين طبعا انفصال الداعية الإسلامي معز مسعود من الفنانة شيري عادل بعد أيام قليلة من زواجهم، كمان حسام ميدو نجم الزمالك السابق اللي كشف عن تنظيم مباراة ودية هتجمع بين نجوم الكرة المصرية مع أساطير الكرة العالمية، وده إن شاء الله يوم 28 أكتوبر المقبل. تعليقات وأخبار متنوعة من مواقع السوشيال ميديا هنتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير، نتابع. أخبار وصور وتعليقات وفيديوهات كتيرة بيتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا في برنامج الحياة في مصر حريصين اننا نعرض ابرز ما جاء فيها، واللي كان من بينها انتشار اخبار حول انفصال الداعية الاسلامي معز مسعود من الفنانة شيري عادل بعد ايام قليلة من زواجهما، وهو الامر الذي نفته والدتها، في حين رفضت الفنانة شيري التعليق على خبر انفصالها او طلاقها من معز مسعود واعتبرته امرا شخصيا. الأمر الذي أثار جدلا، خاصة أن الداعية كان قد أعلن انفصاله عن المرشدة السياحية بسمة نور الدين قبل زواجه من الأخيرة بمدة قصيرة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يقوم بدفن طفل رضيع ويلقمه الرمال في فمه ويقوم الطفل بأكل التراب، ما أثار الرأي الاجتماعي. فرضت فرح أسامة الشاذلي لاعبة المنتخب الوطني لناشئات كرة اليد مواليد 2000 اسمها ضمن الكبار في بطولة العالم المقامة في بولندا خلال الشهر الجاري، واحتلت لاعبة مصر المركز الأول لأفضل حراس المرمى بعد أن تصدت ل 41 كرة من أصل 156 بنسبة 31% بواقع 12 تصدي في المباراة الواحدة. كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن تنظيم مباراة ودية تجمع نجوم الكرة المصرية مع أساطير الكرة العالمية في 28 من أكتوبر المقبل بحضور 70,000 متفرج، وقال ميدو في تصريحات على تويتر يوم 28 أكتوبر: سنلعب أنا وحازم وحسام وإبراهيم ورمزي والحضري وبركات وجمعة وأحمد حسن وعمارة وشوقي وصبري ونجوم آخرين ضد دروكبا ورونالدو وكارلوس ورونالدينهو وفلاك وكل نجوم العالم بحضور 70,000 متفرج. إسراء سعد، الحياة في مصر.